السلام عليكم ورحمة الله. اليوم كتبت مرشحات رياضيات للصف الخامس الابتدائي الفصل الثاني. طبعا كتبت تقريبا 6 أسئلة. السؤال الأول يعني من الفصل الثاني فقط. السؤال الأول جد ناتج الجمع، جبت جمع وطرح. هنا عندنا العدد 62702 زائد 19806، راح نجمع مرتبة مرتبة، نجمع مرتبة مرتبة. 2 زائد 0 2، 0 زائد 6 6، 7 زائد 8 15، 5 و1 إعادة تسوية، 1 و2 3، و9 9 10، 11 12، 1 و6 7، 1 8. إيش طلع لنا؟ طلع لنا العدد 82562. هنا عندنا 62702 طرح من 12805. هسه نطرح عدد عدد، 2 ناقص 5 ما بيها، 2 يصير 12، و0 يصير 10 فوقها 9 لأن هو 0، و7 يصير 6. 2 ناقص 5 بيها 7، 9 ناقص 0 بيها 9، 6 ناقص 8 6 تصير 16، و2 يصير 1، 16 ناقص 8 بيها 8، 1 ناقص 2 ما بيها، 1 يصير 11، 6 تصير 5، 11 ناقص 2 بيها 9، 5 ناقص 1 بيها 4. اشطلع لنا العدد 49897. زين، هسه السؤال الثاني، قدر الناتج الجمع بالتقريب لأقرب مليون. مطينا هنا العدد 5,124,620 زائد 1,721,490. زين، هسه راح أول مرة نقدر وبعدين نجمع. يعني هاي عندنا 5 ملايين، فقدرنا لأقرب مليون، هي عندي هاي 5 ملايين، إذا العدد اللي قبله راح أقربه. الواحد ما بيها، ما يطل الخمسة، الواحد بخيل عدد راسب ما يطل الخمسة، هذني كلهن يصفرن يعني 6 صفارة، هاي والخمسة تنزل، زائد هذه هم نفس الشيء، 7 تطل الواحد، لأن 7 عدد ناجح وعدد كريم، يطل للسبعة يصير 2، وهذني الأعداد يصفرن، يصير 5 ملايين زائد 2,000,000 يطلع لنا 7 ملايين. يعني هذا السؤال الثاني. زين، السؤال الثالث يقول أجد الحد المفقود. مطينا 30,000 يساوي لنا 70,000. أنا لما يجيني جمع وحد المفقود فش أسوي؟ أطرح 70,000 من 30,000 ويطلع لنا الناتج وخليه بالمربع الفارغ. يعني شو أقول؟ أقول 70,000 أطرحها من 30,000. هنا عندنا 7 ناقص 3 4، إذا 40,000. زين، هسه عندنا العدد الثاني، مطيني العدد الثاني مطيني 920,035، طرح من مربع فارغ يعني حد مفقود من 514,619. فأطرح العدد الكبير من الصغير، يعني أقول 920,035 طرح من 514,619. 5 ناقص 9، 5 تصير 15، و3 تصير 2، 15 ناقص 9 بها 6، 2 ناقص 1 بها 1، 0 يصير 10 وهذه 10 فوقها 9 و2 يصير 1، 10 ناقص 6 بها 4، يعني أو 9 ناقص 4 بها 5، 1 ناقص 1 0، 9 ناقص 5 4، إذا طلع لنا 405,416. زين، سؤال
الرابع، السؤال الرابع يقول احل كل جملة مفتوحة. مطين هنا مليونين زائد مربع فارغ يساوينا 6 ملايين، فأبدأ أطرح 6 ملايين من مليونين، 6 ملايين أطرحها من مليونين يطلع لنا هذني 6 أصفار نزلة، 6 ناقص 2 4 ملايين، 2 3 4 5 6. هذا السؤال الرابع خلاص. نجي على اليمن، يلا عيني السؤال الخامس، يلا يا السؤال الخامس يقول أقدر ناتج الجمع لأقرب بالتقريب لأقرب مليون، يعني نقدر الناتج وبعدين شو أسوي وبعدين أقربه إلى أقرب مليون. فهنا عندنا العدد هم الطينة 54,700,020 زائد 221,000,000 4,060، أي 460. فنبدي نقدر، نقدر يقول لي أقرب مليون، فنحسب 6 مراتب 1 2 3 4 5 6، إذن هاي 7، يعني هاي 4 اللي تقرب، 7 تطل إلى 4، 7 عدد ناجح تصير 5، إذن صارت عندنا 55 مليون، 3 4 5 6، 55 مليون زائد 1 2 3 4 5 6، إذا هنا عندنا 4، ف 1 2 3 4 5 6 21 ينزلن، لأن 21 مليون الأربعة ما تطل الواحد، عدد يعني بخيل ما يطي، إذا نبدأ نجمع. نبدي نجمع هذني 1 2 3 4 5 6، أو تردوها عمودي، 5 زائد 1 6، 5 زائد 2 7، إذا طلع لنا 76 مليون. السؤال السادس والأخير يقول أقدر ناتج الطرح بالتقريب لأقرب مليون، هم نفس الشيء، يعني هذا جمع وهذا طرح، فنقول نحسب إيش كم مرتبة. هنا عندنا 6 مراتب 1 2 3 4 5 6، إذا ياهو اللي يتقرب الأربعة، الثلاثة ما تطل الأربعة، عدد بخيل، إذا صارت 4 ملايين ينزلن ناقص. هنا عندنا 1 2 3 4 5 6، إذا 9 تطل الاثنين يصير 3 ملايين، يساوي 4 ملايين ناقص 3 ملايين يطلع لنا مليون، يطلع لنا مليون. هاي عيني نقول مرشحات الرياضيات للصف الخامس الابتدائي، كتبت لهم يعني او نموذج كتبت لكم بس الفصل الثاني، وان شاء الله التوفيق.